اعتمد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024-2025 لشركات بتروجاز والتعاون ومصر العامة للبترول. يأتي ذلك خلال ختام اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقد أكد الملا على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم كأمن قومي في استقرار سوق البوتاجاز وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من الصوانات البوتاجاز، مشيدا بحجم أعمال التطوير الذي تم في مناطق عمل الشركة من مصانع تعبئة ومنافذ توزيع وتحديث لأسطول النقل بالكامل. في إطار جهود الدولة لارتقاء بمستوى العمران وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان انضمام المرصد الحضري الوطني المصري لشبكة المرصد الحضري العالمية والتي ينسقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أوضحت الوزارة أن مهمة المرصد تتمثل في إمداد متخذي القرار وصنع السياسات بالأوضاع الحضرية المساهمة وللمساهمة في إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية من خلال إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية ومتابعتها وتحديثها واستنباط مؤشرات جديدة تتناسب مع خصوصية المجتمع المصري والمنطقة العربية وقياس كفاءتها في إعادة صياغة وسياسات التنمية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط إذ طغت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي بسبب الطقس البارد على المخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات في زيادة المعروض. هذا ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 34% لتصل إلى 79 دولار و 47 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 51% لتصل إلى 74 دولار و 24 سنتا للبرميل. ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 99% لتصل إلى 2.67 دولار لللتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.71% لتسجل ما قيمته 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية تعرضت لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من 3 خلال شهر ديسمبر. قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التسوق استعدادا لعيد الميلاد في وقت أبكر من المعتاد خاصة لشراء المواد الغذائية ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة ب 3.2% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، مضيفا أنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.4% نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني وذلك في الربع الرابع، وهو ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد. قال رئيس بلدية مدينة لندن إن معظم أسعار وسائل النقل العام في البلاد ستبقى كما هي في هذا العام. يأتي ذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف ضغوطات تكلفة المعيشة ودعم قطاعي التجزئة والضيافة. وقال رئيس بلدية لندن صادق خان قال إن أزمة تكاليف المعيشة لا تزال تؤثر بشدة على سكان لندن، مضيفا أنه خصص 123 مليون جنيه استرليني لتثبيت أسعار المواصلات حتى مارس من العام بعد قادم 2025. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للتمويل المؤقت للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة 6 أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطل. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس النواب وافق على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل، وأضاف أنه يفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه. أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت ب 17.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما تراجعت المبيعات للأجانب ب 48.1% مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وأظهرت البيانات أن مبيعات المنازل انخفضت ب 33.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، يرجع ذلك جزئيا إلى تجديد السياسة النقدية وصعوبة الحصول
على القروض. ذكرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تتعافى السياحة العالمية في العام الجاري 2024 بالكامل من تداعيات جائحة كورونا، ورجحت المنظمة أن يزيد عدد السياح الدوليين 2% مقارنة بعام 2019، مضيفة أن زيادة عدد الرحلات الجوية وتعافي الأسواق الآسيوية سيتيحان عودة كاملة لأنشطة السياحة في أنحاء العالم في هذا العام. وفقا لتقرير المنظمة، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في العام الماضي 3.3 تريليون دولار.